ينضم معنا من الأنبار للحديث عن المساعدات الإنسانية على العوائل المهجرة من جرف الصخر في مخيمات عملية الفلوجة، معنا الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. بداية دكتور عبد القادر، السلام عليكم. من خلال العمليات الإغاثية التي تقومون بها، كيف تقيمون أوضاع النازحين في مخيمات الأنبار عموما وعملية الفلوجة خصوصا؟ عليكم السلام، شكرا جزيلا. في الحقيقة يعني وضع النازحين في تردي واضح ومن سيء إلى أسوأ، وهذا طبيعي نتيجة أنه عمر النزوح هو يعني أكثر من 7 سنوات. هذه العائلات هي نازحة وتسكن هذه المخيمات في ظل هذه الظروف الصعبة حقيقة، وأكثر هذه الخيام التي يقطنونها هي يعني قد يعني خرجت خارج الخدمة يعني، فلذلك هي لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. وكثير كما استمعنا إلى شهادة هذه العائلات أن الأمطار كانت يعني تغمر هذه الخيام، وبالتالي معاناتهم في ازدياد الحقيقة. وهناك أيضا تباطؤ في عادة يعني تأهيل هذه الخيام أو هذه المخيمات والقيام على خدمتهم أو توفير مستلزمات بشتى أشكالها من غذائية وصحية. لذلك هم يعني وإن كانوا هم النازحون في الحقيقة يعني قد يعني نقول تكيفوا، لكن لابد للمنظمات الدولية والإنسانية، لابد للجهات الحكومية أن تنظر إليهم بنظرة عطف وإشفاق ورحمة، وأن تحاول تضع لهم حد لهذه المأساة الكبيرة التي عمرها يزيد على 7 سنوات. دكتور عبد القادر، دخول فصل الشتاء في العراق يعني إلى أي مدى يجعل المسؤولية مضاعفة عليكم وعلى المؤسسات الإغاثية؟ بالتأكيد يعني هذه المؤسسات يعني تقوم بواجبها بقدر ما تستطيع، ونحن يعني بين فترة وأخرى نقدم لهم ما نستطيع بحسب الإمكانيات المتوفرة للمنظمة. هذه الحملة الأخيرة كانت تقديم هذه الأغذية والبطانيات بسبب حاجتهم ومناشدتهم التي وصلت إلينا، فوصلنا لهم هذا القدر الممكن، ولكنهم بالتأكيد يحتاجون المزيد. يعني كما قلت لك يعني في كيف يمكن أن نتوقع حال هذه العائلات في الصحراء وفي مخيمات، يعني أبسط مقومات العيش الكريم لا تتوفر لديهم، فيعني هناك يعني بالتأكيد مسؤولية كبيرة على الجهات المعنية وبالنسبة للمنظمات الإغاثية والإنسانية يعني ناشدهم أيضا أن يعيدوا نشاطهم في هذه المخيمات النازحين عموما. والمسؤولية أكبر تقع على الجهات الحكومية لأن هي المعنية بالدرجة الأساس في هذا الموضوع. في الحقيقة يعني وضعهم الإنساني صعب جدا، ولابد من يعني إعادة أو يعني دعمهم بكل أشكال الدعم الإعلامي والاجتماعي وكل توفير ما يحتاجونه على شكل مستمر ومتواصل. من خلال اطلاعكم على أوضاع النازحين وهذا الوضع المأساوي الذي هم عليه الآن، يعني هل ترون أنهم مهيئون ربما للعودة إلى مناطقهم؟ كيف تنظرون إلى هذه النقطة تحديدا؟ هم بالتأكيد هم يعني دائما يعني مطلبهم الرئيس والأول هو العودة إلى مناطقهم، ولا سيما هؤلاء في جرف الصخر حيث لم تتمكن أي عائلة من العودة إلى مناطقهم، منطقة جرف الصخر. فهناك ما يزيد على أكثر من 1200 تقريبا عائلة موجودة نازحة من مناطق جرف الصخر، هؤلاء يعني ممنوعون من العودة إلى منازلهم، وهم يعني كثير منهم يعني يقول إنه إحنا نريد العودة بأي شكل من الأشكال، ولا نريد الطعام، لا نريد الدواء، نريد فقط العودة إلى مناطق سكنانا، هذه منطقة آبائنا وأجدادنا إلى آخره. فيعني بالتأكيد هم يعني هذا هو مطلبهم الرئيس والأول. لذلك يعني هم دائما يطالبون ويناشدون الجهات الحكومية الدولية المنظمات أن تسعى لهذا تحقيق هذا المطلب وتعيدهم إلى مناطقهم
بأي شكل من الأشكال، وحتى يعني لا تستمر معاناتهم الإنسانية بهذه ولهذه الظروف. مع استمرار تجاهل ملف النازحين من قبل الجهات الدولية وحتى الحكومية، نقص المساعدات الكبير خلال هذه المرحلة، وخصوصا نحن مقبلون على فصل يعني شديد البرودة، وهو الآن هو فصل الشتاء، يعني كيف تقيم يعني مدى عمل منظمة أم القرى لسد احتياجاتهم؟ هل تراها قد عملت فعلا على يعني تلبية جميع متطلبات النازحين من وجهة نظرك؟ والله بالتأكيد هو المنظمة لا تقصر في هذا الموضوع، هي تسعى لأن تقدم بأقصى ما تستطيع، يعني من توفير مستلزمات، من توفير غذاء، دواء، حاجيات، مستلزمات فصل الشتاء، لكن تبقى هي هذه المنظمة، والمنظمة يعني إمكاناتها أيضا محدودة، لكن هي تقدم ما تستطيع، لكن المفروض أن يكون العبء الأكبر على الجهات الحكومية، على جهات منظمات الدولية التي توفر لديها إمكانات كبيرة. نحن هذا يعني ما ممكن نستطيع أن نقدمه، ومستمرين على يعني قليل دائم خير من كثير منقطع كما يقول المثل، لكن هذا يعني يلقي بالمسؤولية على المنظمات التي انقطع نشاطها في هذه المخيمات النازحين. كثير من المنظمات توقفت عن التواصل او الدعم لهؤلاء النازحين، وطبعا هذه الظروف الاقتصاديه التي يمر بها ايضا عكست سلبا على هؤلاء النازحين اللي هم اول المتضررين من هذه التردد الاقتصادي، و يعني ايضا الموضوع السياسي القى بظلاله على هؤلاء النازحين بتراجع الكثير من الدعم والعنايه والرعايه. شكرا لك دكتور. في هذه المخيمات. شكرا جزيلا دكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا من الأنبار.